ترى أسس السيد رئيس الحكومة اجتماع مع عدة قطاعات وزارية حول السجل الاجتماعي الموحد. كانت فرصة باش نطلعوا على التقدم ديال هذا الورش المهم جدا، فانطلق منذ عدة أشهر وكان عندنا فرصة باش نشوفوا بأن كاين تقدم ملحوظ، وكان هذا كذلك فرصة باش نتكلموا على البرامج المستقبلية اللي كتشتغل عليها الحكومة فيما يخص التعويضات العائلية، لأن هذا البرنامج غادي يحتاج ناس تسجل في هذا السجل الاجتماعي الموحد.